خلينا نعرف كده في الأول، مباراة الزمالك يا عمر شفتها إزاي؟ وإيه أسباب الخسارة من وجهة نظرك؟ يعني طبعا مباراة الزمالك هي الثالثة ليه السنة دي طبعا في دوري أبطال أفريقيا في دور المجموعات. يمكن الزمالك لا جديد، يمكن نفس الأداء اللي قدمه أمام المريخ، نفس الأداء اللي قدمه أمام بوليسداد الجزائري في القاهرة. يمكن الزمالك فعلا بقى فريق غريب، يعني بقى فريق مجهول الهوية من بداية الموسم، عشان ما حدش يقول بسبب مشاكل اداريه او بسبب اي مشاكل، لا، من بدايه الموسم الزمالك بيقدم نفس المستوى، لا جديد، مستويات يمكن بتختلف. من كان في مباراتين الزمالك لعب فيهم كويس، السنه دي يمكن كان قدام حرس الحدود على ما اتذكر، والماتش الثاني كان فيوتشر اللي كان بيدربه كان اسامه نبيل. واضح جدا ان في مشكله فنيه واضحه جدا للكل، واضحه جدا ان المدرب استغنى عن مساعديه وقرر ان هو يرجع تاني للقياده الفنيه. واضح ان ده يعني حتى لو كان مدرب كبير بحسب جوسوالدو فيريرا، ولكن لا، خلاص بقى في تكتيك فني، المدرب ما بيعملش حاجه في الملعب، ما فيش ترابط بين الخطوط. يمكن الزمالك امبارح اللي بيتفرج عليه لو تشوف الكره مع الترجي، الزمالك مش عارف يدافع، والمفروض ان انت يعني كفريق بتلعب على الهجمه المرتده ما فيش هجوم. يعني انت يا عمر شايف نتيجه المباراه متحمله تماما لفيريرا؟ طبعا طبعا أوكي. طبعا يعني بتنزل ناصر منسي في الدقيقه 92 وانت محتاج، يعني الكل اتكلم عن القيد والزمالك محتاج اللعيبه وما فيش مهاجم، واللعيب يعني ناصر منسي جاهز، مش احنا مش بدايه الموسم، الراجل كان بيلعب مع البنك الاهلي وكان بيلعب وكان مهاجم كويس، ايا كان كان المفروض ينزل. اكيد ما فيش أسوأ من اللي قدمه الجزيري في مباراه الامس او مباراه المريخ او مباراه بولوزداد، ازاي يلعب الثلاث مباريات دول 90 دقيقه كامله؟ برضه في نفس الوقت سيف جعفر يعتبر من الاميز من لعيبه الزمالك، بتنزله في اخر 10 دقائق، يعني مش هيلحق حتى ياخد الاجواء، اجواء صعبه برضه في ملعب رادس، انت مش بتلاعب فريق صغير، بتلاعب الترجي، واحد من اكبر واعرق الانديه الافريقيه. وعلى الرغم من كل ده الزمالك كان يقدر يقدم نتيجه ايجابيه، ولكن تاخر في التغييرات، ما فيش ترابط بين حتى نص الملعب، يعني نص الملعب فاضي تماما. يمكن الصفقات كلها حتى كانت سيئه جدا السنه دي، ما نقولش ان في لعيب كان جيد. تعتقد انه ايه الخطوات الجايه اللي هتتخذها اداره نادي الزمالك مع فيريرا؟ يعني اتوقع طبعا هو حاليا ما فيش، يعني البيان اللي نزلته امبارح لجنه الشباب والرياضه، ما فيش رئيس نادي موجود في الوقت الحالي، فاحنا مش عارفين حتى، يعني اتوقع ما فيش حاجه بجد جديد، ولكن لو في حد عنده الشجاعه في اعضاء مجلس الاداره لازم يقيل فيريرا، لازم يقيل فيريرا تماما. الراجل خلاص فقد قدرته الفنيه، لازم انقاذ موسم الزمالك اللي هو يعني لسه برضه على الرغم من كل ده الزمالك لسه قدامه 9 نقط يقدر يفوز بيهم ويكون عنده امل ولو بسيط طبعا ان هو يتاهل.